السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده واموركم مزيانه. اليوم اجي نشارك معكم هذا الطبق الصينيه ديال البطاطا الحلوه بالبصل، نتمنى تعجبكم يا ربي وتنال الرضا ديالكم. هذه الصينيه انا درت فيها هنايا طلعه صغيره ديال الخروف بدري، راه ديال الخروف صغير ماشي خروف كبير، هذا خروف صغير، راه الضلعه ديالو كتكون غير صغيره ماشي كبيره. انا ما قلت نديرها في هذه الصينيه، هي اللي غطلق ليها ماشي ما غنقطع ما غندير ليها حتى شي حاجه، اللهم ندخلو الفران. نتمنى يعجبكم الطريقه. هنا شديت هذاك الضلعه، درت لها غير الزيت البلديه، دهنتها بها مزيان مزيان وقطعت عليها تقريبا. هنا راه فتت واحد 3 العروشه كبار عندي ديال الازير. انا كيعجبني الازير الاكليل الجبل، كيعجبني بزاف، كينسم الماكله وكيعطي واحد المذاق زوين. هنا راه فتتو على ديك الضلعه ودرت ديك الزيت البلديه، خلطت فيها شويه الابزار وشويه الكمون وشويه ديال الملحه، صافي. هذه هي العطريه اللي غدار، كيجي بحال مشوي كيجي زوين صافي. وديك البطاطا حلوه والبصله راه كتعسل وكتجي زوينه. صافي هنا خوتي، من بعد ما دهنتها مزيان مزيان خليتها هنا كتشرب ليا واحد شويه بمشعل الفران. هنا راه ضفت شويه الزيت البلديه حيت غيطيب مع ديك الزويته، هي اللي غيطيب بها ديك البطيطه وهذيك البصله غتعسل غير بهاد الزيت البلديه، ما ضفت لا ما لا والو. مع الطليعه راه غير صغيره دغيا كطيب. صافي هنا من بعد راني غنغطيها بالبابي سيرفيليزي وغندخلو للفران. خوتي هنا من بعد ما طابت ليا ديك الصينيه ديالي، شتو البطاطا هي كتبان لكم هنا معسله. هنا راه شديت ديك المكرونيه سلقتها بمويها ومليحه وصافي، وضفتها على ديك الصينيه حيتاش الوليدات الصغار كيعجبهم هاد المكرونيه، كتعجبهم هاد المعجنات وصافي. هذه هي الصينيه ديالنا، نتمنى تنال الرضا ديالكم. هي صينيه خفيفه بالنسبه للعشاء ولا بالنسبه للغدا، زوينه وخفيفه لي بالنسبه للواحد اللي جاب شي ضلعه هكا صغيره. هذه هي الطريقه ديالها، لان هي كتكون صغيره ما كيكونش فيها بزاف، ملي اصلا ملي كطيب صافي ما كيبقى فيها والو. اللهم هذه الطريقه احسن هكا كتجي. شكرا خوتي على التتبع، خوتي خواتاتي على التتبع ديالكم، شكرا بزاف بزاف. شكرا كذلك على اللايكات والكومونتيرات اللي كتعطيوني واللي كتشجعوني، وباش كنبقى ملي كنقرا داك الكومونتير كنبقى نزيد مازال عاود نعطيكم. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى لكم تسمحوا لي اللي كتشهى خوتي، سمحوا لي وبالصحه على قلوبكم يا ربي، بالرزق والصحه ان شاء الله. وبسلام عليكم، خليتكم على خير. ما تنسونيش خوتي، ما تنسونيش اللي تفرج في شي فيديو دير لي لايك. شكرا لله فضلا وليس امرا خوتي، شكرا لكم بزاف بزاف. Thank you.